ما كاين ديك النقل المراسي النقطه اللي مهمه يكون صراحه اللي عندنا مشاكل فيها. عندنا مشاكل ملي جبنا ديك الدراسات ديال الجدوى جبنا واحد العدد ديال الهفوات اللي كاين. نقول لكم بان تقريبا في الاواخر ديال شهر 8 كنت جاي من الازيره مع الحضره الفلوس وقفت السياره ديالنا باش نشوف ديال الفلوس ديال المكتب لان بغينا نبقاو باحترام براسهم. مهم مرة السيارة ديال النقل المدرسي وكنت حز واحد الحاجة ما بغيتش نكون الدور كنت حز برايس. بغينا بأن هاد المؤسسة اللي نعملو كاين تخوف ديال بعض الأعضاء ولكن هذاك ماشي بحال المدخل لأن غتكون غيكون واحد الحاجة غيكون واحد مجلس إداري اللي كيترأسو الرئيس مجلس العمل مع رؤساء الجامعات هما اللي كانوا كيدبروا هادو كيدبروا المسألة هادي هي فواحد الحقيقة هما الأطراف هما اللي غيبقاو يسيروا ديك الشركة. ان شاء الله قلت بان الحمامي قلت بان ماشي الشركه ديال الريح حنا يلاه كنتقاتلوا باش غنجيبوا الدعم وبكل صراحه قلت بان هذاك الدعم ديال الجهه حتى حنا غنستافدوا منه. هي وازنه هذه السنه هذه استافدت بجوج مليون درهم حنا ما استافدنا حتى بشي حاجه معناه هذيك جوج مليون درهم راه غادي تزيد دابا على المصاريف راه غترفع واحد العدد كبير على الناس لا على التلاميذ ديال الجبليه بحال لا على التلاميذ ولا على الجمعيه اذا كانت بانك كتضحي شي حاجه من عندنا هو كاين اكراه حقيقي. اذا جيتي غادي تشوف هذه الجمعيات صعيب باش غتحاسبها لان كتكمل من عندها باش غتكمل والجمعيه غادي هي جمعيه غتكملك من عندها كيضطروا يمشيو يعملوا شي مسائل ماشي هي يعني. داعي باش ندخلوا فيها انا كنقول بان خصنا ناسسوا ديك الشركه لماذا بان دابا حنا كنعطيو شي 30000 درهم لكل سياره ممكن نقدروا نرفعوها نقدروا نمشي لمسائل اخرى اللي غادي نزولوا من هنا ومن هنا نقدروا نزيدوا في الدعم وغنجيبوا داك الشيء من الجهه ثم الجماعات الجماعات كذلك بان عرف شي مبلغ سيت هما عاملين تقريبا فوازان عاملين شي 5000 درهم لكل سياره في الجماعه غادي نشوفوا الامكانيه ديال الجماعات لان هذيك هي النقطه بالنسبه لي كتعتبر نقطه مهمه في الدوره هذه هو ديك النقل المدرسي واللي عندنا فيه مشكل حقيقي لان كاين واحد الاشكال وهو دابا الناس اللي ما مديكلارياش كذا السائقين ولا كذا حنا بغينا كل واحد لان دابا كاين هادشي ديال الضمان الاجتماعي راه اجباري خص الواحد بينا يكون ديكلاري وكذا لان الله يحسن الظروف الصحيه ديالو ولا وليداتو المسائل تكون شويه ما على الاساس بان حنا الدوره بكل صراحه كانت مجمل ديال عندنا جوج نقاط اللي كانت عندي بالنسبه لنا انا كنت باغي السلطه غناقش مع هاد المساله هذه ديال الجماعه السولاريه ثم ديك النقطه اللي هي مهمه هي الشيء ديال النقل المدرسي يعني غير ذلك ان شاء الله في مراحل المستقبل احنا مقبلين على الميزانيه باش غناقش الميزانيه ونشوفوا كيف غنخصوا حتى في الدعم ديالنا في هاد الشيء ديال الجمعيات سواء الرياضيه او الجمعيات ديال المجتمع المدني الى غير ذلك ان شاء الله راح مراحل المساعدات ديال اللي كنمشي نتعاملها اللي غادي نقدروا منها نواكبها مستقبلا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.